نحن ندعو أبنائنا في هذه البلاد وبلاد المسلمين أن يعملوا بكتاب الله وسنة رسوله، أولابنا أن ندعو على هذا المنهج، كذلك ندعو غير المسلمين للإسلام كما دعي في الماضي، بل نجادلهم التي أحسن، بل نرغبوا في ديننا. ديننا ليس دين تعصب ولا دين تساهل، ديننا دين حق وعدل، ديننا دين تقدم، ديننا دين رقي. تلك هي الكلمات التي رسم بها مليكنا حفظه الله منهجنا للدعوة إلى ديننا الحنيف بين المسلمين وغيرهم. وهو بفضل الله ما دأبت عليه قناة الهدى الفضائية منذ انطلاقها بخطى حثيثة وقلوب مطمئنة بنبل رسالتها في تبليغ رسالة الله إلى العالمين. وقد ارتكز الخط الدعوي والإعلامي للقناة على نشر سماحة الإسلام على نهج الكتاب والسنة والمحبة ونبذ العنف والتطرف ومحاربة الإرهاب، وأيضاً دفع التهم والافتراءات التي تلصق بالإسلام وحاملة لواء الإسلام والدعوة المملكة العربية السعودية، وخاصة من الإعلام الإيراني وأذنابه، وإبراز دور المملكة إعلامياً للناطقين بغير العربية، ودورها أيضاً في خدمة المسلمين والحجاج والمعتمرين، وريادتها في قيادة العالم الإسلامي. شكراً جلالة الملك سلمان. شكراً الملك سلمان. شكراً الملك سلمان. شكراً سلمان. وإذ تستقبل قناة الهدى المباركة العقد الثاني من عمرها في الدعوة إلى الله، فقد حرصت على أن تسخر كافة إمكاناتها ومواردها المادية والبشرية من أجل تنفيذ إنتاج برامجي متميز لشرح مبادئ ديننا الحنيف والتغطية المتميزة لأعظم مواسم الإسلام، شهر رمضان وموسم الحج. اقتحمت الهدى سماء شهر رمضان المبارك بباقة من البرامج المتميزة التي تناسب كافة الأعمار والفئات، وعلى رأسها برنامج أدلة كونية بما يحمله من خطاب إسلامي عالمي يخاطب العقل والوجدان معا. وحرصت قناتنا من خلال برامجها الرمضانية على شحذ همم المسلمين واستنفار وازع الإيمان في قلوبهم. وقد قامت القناة لاحقاً بتغطية متميزة لموسم الحج أشاد بها المنصفون في الوسطين الدعوي والإعلامي، وشهد بها مشاهدي الهدى عن نجاح القناة في أن تضع المشاهد في قلب الحدث وكأنه يعيش بروحه وجسده في البقاع المباركة ويخالط ذلك الجمع المبارك من كل فج. تلك كانت يوميات الحج مع قناة الهدى المباركة، والتي لهج بالثناء عليها عبر المكالمات الهاتفية وعبر مواقعنا للتواصل الاجتماعي الكثير ممن تاقت نفوسهم لمعرفة هذا الدين واستبيان الحق المبين من المسلمين وغير المسلمين. الصلاة والسلام عليك. ولأن قناة الهدى تستهدف بالأساس الناطقين باللغة الإنجليزية من المسلمين وغير المسلمين، فقد سعى القائمون عليها إلى العروج بها إلى سماء أوروبا، حيث انطلق بثها المبارك في تاريخ 16 من سبتمبر لعام 2015 ليغطي كل أنحاء بريطانيا عبر شركة فري فيو وباستخدام نظام تلفزيون الكوابل IPTV، لتنطلق بذلك قناة الهدى البريطانية رقم 249 لتصل إلى الملايين من شرائح المشاهدين الذين تستهدفهم القناة.
رؤيتنا القادمة تأسيس 5 قنوات ب5 لغات في 5 قارات في 5 سنوات وبتكلفة 50 مليون دولار. اللغات المستهدفة هي الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، البرتغالية، وهي الأكثر تأثيراً وانتشاراً في العالم. وقد بدأت هذه الجهود المباركة بالتأسيس وحشد الدعم لإطلاق قناة الهدى الألمانية، وتم تكليف إحدى الشركات الكبرى بألمانيا لإعداد دراسات جدوى إعلامية وتسويقية عن البث في ألمانيا، كما تجري الآن الاستعدادات من قيادات القناة لعمل زيارة عمل مكثفة إلى الولايات المتحدة للترتيب لإدخال القناة إلى السوق الإعلامي الأمريكي رسمياً، ومد أواصر التعاون مع المراكز والمنظمات الإسلامية هناك، وأيضاً ترتيب التصوير والإنتاج البرامجي والبث المباشر من هناك. وحرصاً من القناة على مواكبة أحدث تقنيات البث الفضائي، ورغبة في التحول إلى خدمة بث عصرية ومتميزة، فإن القناة في سبيل البدء في تجهيز استوديوهاتها بالقاهرة لتعمل بجودة HD، وهو أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا التلفزيونية. كما اتخذت القناة خطوات حثيثة ومتعاقبة في إنشاء وحدة بث متطورة خاصة بها، ووحدة للتصوير من خلال الفيرتشوال ستوديو، ومن ثم تمتلك القناة أدوات إنتاجها، ويتوقف نزيف إيجارات الأجهزة والمعدات. ولا يزال نهر العطاء يجري، ولا تزال جعبة القائمين على قناة الهدى معيناً لا ينضب من الأفكار والأحلام التي لا تلبث إلا قليلاً حتى تغدو واقعاً ملموساً وحقيقة مشهودة يسطع نورها في سماء فسيحة، ليدخل نور الإسلام إلى كل بيت. قناة هدى، نور في كل بيت.